يقول: أرى من والدي الإعراض عن الحق، وفي بعض الأحيان يقولان إنهما ليسا بمسلمين، كيف تكون الطريقة في نصحهما؟ ادعوهما إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام ورغبهم في الإسلام وبين لهم مساوئ الشرك والكفر، فإن قبل فالحمد لله، وإلا أنت أديت ما عليك، لكن أحسن إليهما، لا تقاطعهما، بر بهما. نعم.